مهمة جدا. أستاذ نصر عزام أهلا بيك. أهلا بيك يا أبو مهيب، إزيك؟ إزاي حضرتك يا فندم؟ منورنا يا فندم من خلال اللعيبة على إم بي سي مصر. الله يخليك. طيب معرفش حضرتك سمعتني ولا لأ؟ سمعتك طيب عايز أعرف قانونية مشاركة رمضان صبحي مرة أخرى مع النادي الأهلي في حالة حصول النادي الأهلي على خدمات رمضان صبحي. طبعا انت عارف الاول ان طبعا السيزون لما الدوريات توقفت في كل العالم، طبعا الفيفا كانت عامله اكثر من اجتماع، ويمكن اصدرت اول تعميم كان في اوائل ابريل، ويمكن التعميم ده كان فيه ثلاث جزئيات، منها جزئيه ان اللعيبه تستمر مع انديتها الحاليه لغايه لما تنتهي الموسم الحالي، وبعد كده يرجعوا للانديه الاصليه بتاعتهم لو هم كانوا منتقلين على سبيل الاعاره، او لو لاعب عقده كان ينتهي بنهايه الموسم مثلا زي احمد فتحي انه يكمل الموسم الحالي وبعد كده ينضم للنادي الجديد. يمكن ده تم تاكيد عليه نفس الموضوع في 11/6، الفيفا اصدرت وثيقه اخرى بتاكد على اولويه ان اللعيبه تكمل مع انديتها، ولكن هذه الاولويه اللي هي بيها الفيفا هي غير الزاميه على الاطراف. دي تتوقف على اتفاق الثلاث اطراف على امتداد الاعاره لنهايه الموسم مع النادي الاهلي هنا في حاله رمضان صبحي. فطبعا الموضوع ما بيمتدش اوتوماتيك حتى لو في طرفين موافقين؟ لا، لازم الثلاث اطراف، لازم الثلاث اللاعب ولازم النادي والثلاث اطراف، يعني اي طرف من الاطراف مش موافق خلاص يسقط الموضوع. ما مش هينفع، لان انت عارف العقود الاعاره بتبقى عقود ثلاثيه الزاميه من الفيفا، بالتالي عشان يمتد العقد ده لفتره مثلا لغايه نهايه شهر اكتوبر لازم الثلاث اطراف يوافقوا على كل ما بقى للشروط اللي ممكن يتفق عليها. طبعا الحل ده في صعوبة كبيرة جدا، لأن الدوري المصري غالبا هيمتد لغاية نهاية شهر أكتوبر في الوقت اللي الدوري الإنجليزي وأغلبية الدوريات هتبتدي في شهر 9. أيوة. وبالتالي إن أنت تعمل امتداد لغاية نهاية شهر 10 27/7 التسجيل في إنجلترا. 27/7 ده هيبتدي التسجيل للموسم الجديد، و12/9 هيبتدي الدوري في إنجلترا. وبالتالي صعب طبعا إن النادي أكيد هيدرسفيلد ده هو عايز يستفيد من بيع اللاعب. طبعا. مش هيقدر إن هو يوافق على مد الإعارة لغاية شهر 10. تمام. أو حتى لو اللعيب هيرجع له مرة تانية مش هينفع إن هو يرجع له شهر 10 لأن الموسم والقيد بيقفل هناك في نص 9 يعني. وبالتالي هيبقى في صعوبة لهذا الحل، فيمكن الحل اللي ممكن يكون متاح إن اللاعب يا إما يتم انتقاله بشكل نهائي للنادي الأهلي، أو يتم مثلا تجديد الإعارة لمدة موسم تاني. حسب اتفاق طبعا برضو الثلاث اطراف، طبعا لازم يوافق الثلاث اطراف على احد هذه الحلول. طيب واحده واحده يا فندم، بس عشان نفهم الناس دلوقتي، هل النادي الاهلي تاخر في مخاطبه هدرسفيلد؟ لا طبعا ما عنديش معلومه، انت اكيد ممكن النادي الاهلي طبعا بيتحرك اكيد في كل الطرق اللي ممكن يعملها، ف يعني ما عنديش المعلومه هل هو خاطب النادي هناك في انجلترا ولا لا. في حاله دلوقتي النادي الاهلي خلص رمضان صبحي ورجع وحصل على خدماته، هل يحق ليه المشاركه في افريقيا؟ طيب هي دي النقطه بقى المهمه اللي برضه انا بنبه عليها طبعا النادي الاهلي، ان في لوائح طبعا من بطوله ابطال افريقيا الشامبيونز ليج ماده 5 فقره 2 منها بتتكلم على اشتراطات صحه مشاركه اللاعبين. ايوه. اوكي؟ ومن ضمن الشروط ان لازم اللاعب يكون مقيد طبعا مع النادي. رقم 2 ان القيد بتاعه ده وحقيته في المشاركه مع النادي يكون منتظم بشكل دائم، ما يكونش انقطع. وهنا يمكن في حاله معروفه او واضحه، ودي طبعا اللعيب بيضطر ان انت تسجله مره ثانيه، ان انت لو لاعب كان مسجل مثلا معاك في بدايه الموسم في بطوله افريقيا وتم اعارته مثلا ورجعت من الاعاره، هنا بتحتاج ان انت تسجله مره ثانيه. ايوه. فدي الحاله ما ينفعش ان اللعيب يلعب معاك لو رجع من اعاره الا لما يسجل مره جديده. طب لا، هنا اللاعب بقى حاله رمضان هو مسجل مع النادي الاهلي للموسم ده، ولكن الاعاره مثلا انتهت في نهايه شهر 6. تمام. مع نهايه شهر 6 لو الاعاره ما انتهتش بيعتبر تسجيل اللاعب كده انتهى مع النادي الاهلي، وبالتالي ما بقاش عنده حق في المشاركه مع النادي الا لو كان تم امتداد للاعاره قبل انتهائها. طيب. وبالتالي اللي فيه ممكن يثور هنا مشكله ان لو اللاعب طبعا الدوري زي ما انت شايف رجع مره ثانيه، وبالتالي لو رمضان ما تمش يعني امتداد الاعاره مثلا بعد اسبوع حصل الاتفاق ده، فهيكون ممكن حصل عنده فتره انقطاع حق
تصريحه في المشاركه مع النادي الاهلي في المباريات المحليه. ما هو هيدرسفيلد دلوقتي، خلينا بس عشان انا عندي خبر اقوله معاك، رفض تمديد اعاره رمضان وبيستدعي لي العوده لانجلترا، والمفروض يكون موجود يوم الاثنين اللي جاي 10 اغسطس في انجلترا. خلاص يبقى دي فتره انقطعت، تمام؟ اللي يحصل بعد كده هيبقى جديد، ده كلام حضرتك. الجديد ايه؟ لو ان هو يقيد مره اخرى في الدوري، هل ينفع ان هو يقيد مره اخرى في سجلات اتحاد الكره المصري؟ لا، خلينا نقول بس ممكن احنا نفرق بين الاتحاد الافريقي وشروط الاتحاد المصري ومشاركته في الدوري. طب قول لي يا فندم، او استكماله لبطوله الدوري هنا في مصر، ده هيرجع للاشتراطات واللائحه في الاتحاد الكره المصري. ماشي. اوكي؟ اما فيما يخص المشاركه في بطوله افريقيا، دي المهمه، ترجع للائحه بطوله ابطال افريقيا. طب ايه اللائحه؟ انا قلت لك عليه. ايه بقى؟ ماده 5 فقره 2. ايوه. من لائحه الاتحاد الافريقي بتتكلم على ان اللاعب يجب ان هو يبقى باسمها كده ريجولرلي كواليفايد، ان هو يشارك بشكل منتظم، ليه الحقيه في المشاركه بشكل منتظم مع الفريق محليا. تمام. طبعا لو انت جات دلوقتي مباريات في الدوري اللاعب ما اشتركش فيها بسبب ان هو لسه كده ملوش الحقيه في المشاركه، فهنا هيعتبر ان انت حصل انقطاع لاحقيه اللاعب في المشاركه مع النادي المحلي. وده كده ممكن يفتقد هذا الشرط ان هو يبقى بشكل منتظم ليه الاحقيه في المشاركه المحليه. طيب. عشان كده لو حصل ومثلا النادي الاهلي نجح في الاتفاق على اعاره اللاعب مره اخرى او مد الاعاره او ايا كان الاتفاق اللي ممكن يتفق مع اللاعب والنادي بعد انقطاعه عن المشاركه محليا، انا بنصح ان يخاطبوا الاتحاد الافريقي ويتاكدوا من احقيه اللاعب في المشاركه. ممكن يتعامل استثناء، ياخدوا خطاب من الاتحاد الافريقي عشان يبقوا تمام، عشان ما حدش يلتمس في اي حاجه، ولو كان لعب يتفادى اي عقوبات اللي هي لو كان لعب في مباراه ممكن يتم الغاء المباراه. يتم زي ما انت بتقول الغاء المباراه، ويعتبر مثلا الفريق يعني لازم 3-0 طبعا. فهي دي نصيحه ان يبقى لو حصل ده يتم التاكد من الاتحاد الافريقي، لان دي اللائحه بتاعت الاتحاد الافريقي اللي مطبقه على البطوله. تمام. هل ممكن الاتحاد الافريقي يعمل تعديلات بسبب برضو الازمه طبعا كوفيد-19 وممكن يسمح بتعديلات على اللائحه بتاعته؟ فدي كلها امور وارده ممكن تحصل، ولكن يتاكد قبل طبعا لو حصل تجديد او حصل اتفاق مع الاعضاء قبل ما يشارك في بطوله افريقيا، عشان انت عارف قبل كده في حالات كثيره لو تفتكر منتخب او راس الاخضر كان متاهل خلاص للتصفيه النهائيه في كاس العالم. أيوة. يمكن عشان شارك مع تونس غير صحيح، مع تونس هي لعبت مكان وتعتبر ان هو خسران المباراه. ايوه. فنخلي بالنا ان ساعات الاخطاء طبعا الصغيره دي ممكن تسبب بخساره كبيره للفريق بعد كده. تمام. وطبعا هي الوضع استثنائي للاسف في العالم كله، وطبعا الدوري عندنا انه هيستمر لغايه نهايه اكتوبر برضو. خلي بالك ان اغلب الدوريات في العالم كلها هتبتدي في 9. يمكن الفيفا لما طلعت التوصيه برضو بتتكلم على ايه؟ ان مثلا عقود اللاعبين انتهت في 30/6 والدوريات هتكمل على 8، فقالت مش مشكله يمتد شهر او شهرين بالشكل ده. ولكن طبعا احنا عندنا الدوري لغايه نهايه اكتوبر تقريبا، فطبعا دي مده تقريبا نص سيزون كمان، فعشان كده فيها صعوبه شويه لموافقه الانديه على امتداد الاعاره للفتره دي. استاذ نصر عزام المحامي الدولي والمحاضر بالفيفا، بشكرك شكرا جزيلا على هذه الإطلالة والإعلاء، وطبعا يعني حاجات